اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سودسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلى حسنه تاه، وأتيت أمه في المنام فقيل لها إن إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا، أطر اللهم قبره الكريم
بعرف شذيب من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.